ويا هلا. سؤال النهاردة سؤال بسيط جدا، وفعليا كتير منكم كلمني عن السؤال ده وجاوبتكم عليه في فيديو سابق، ولكن تعالوا جاوبكم عليه مرة تانية. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. لو لسه اول مرة تشرفونا، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرمية، كروشيه عادي، وحتى التريكو. السؤال النهاردة، صديقتنا بتحب تشتغل بخيوط المكرمية او خيوط السلسلة، والنوعية التخينة، يا ترى ايه الابرة اللي تنفع في شغل الشنط معها؟ اولا، شغل الشنط بالابر العادية في الخيوط دي مرهق جدا، لان طبعا انت بتحتاجي ان انت تكرمشي كده احيانا الغرز عشان ترجعيها ورا او تزيحي الشغل بتاعك قدام وتبتدي تشتغلي. طبعا الخيط الاصواف بيكون مرن، فما فيش مشكلة ان انت تعملي الحركة دي فيه، ولكن خيوط المكرمية شوية بتكون سميكة ومتعبة. علشان نقلل التعب ده بنشتغلها بالإبر دي. طبعا الإبر دي إبر خطافين عادية بنشتغل بيها غرزة الرتان، فعليا احنا بنحبها جدا في الكروشيه التونسي. ايه بقى الأسباب؟ الأسباب بسيطة جدا، انه بشتغل بخطاف واسحب من الجانب التاني، فبهون على نفسي الحركة اللي انا مش هقدر اعملها لو معايا إبرة عادية وخيط مكرمية بديل الخيط الصوف ده، فمش هقدر يكون عندي المرونة اللي انت شايفاها دي. ساعتها هلجأ ان انا اشتغل بالإبرة دي. دي إبرة رتان، وفي منها الجزء ده كده بيبقى سيليكون وبتكون بخطافين. الناس بتستخدمها كتوفير ان هي تستخدم إبرتين، بيكون عندهم إبرة واحدة عشان يختصروا الزحمة وكده. بكل بساطة، لو حبيتي تعملي اي غرزة تونسي، لو هتشتغلي بالاسلوب الدائري، يعني هتقفلي الباج بتاعتك، سواء انت بقى تعملي مثلا شنطة اسطوانية فتحتاجي تقفليها، تبعي الطريقة الموجودة في الفيديو بتاع الايس كاب ده، هي نفس الطريقة، مفيش اي اختلافات. وبالذات لو حبيتي تعملي نفس الغرزة هتكون حلوة جدا. انا فعليا عاملة منها شنطة بس لسه ما خلصتهاش، هوريها لكم ان شاء الله في وقتها. لو هتشتغلي على المقفول اعملي الحركة اللي موجودة في الفيديو ده، هتطلع معاكي تحفة. بس اهم حاجة هي الابرة دي. دلوقتي اشتغل زي ما انت شايفة، الخيط ده سميك وتقيل، وشايفين اهو، يعني عشان اخد كل حاجة على الابرة من الخيط ده مزعج شوية. تمام، شايفة بقى مفيش ايه مرونة، يعني الخيط اهو مش بيكرمش معايا، فطبيعي ان انا لو خدت نهاية الصف هتعب قوي عشان حتى اسحبهم تاني. فبلف بقى كده، بيكون معاكي بكرتين وانت شغالة، بكرة على اليمين وبكرة على الشمال، بكرة بتشتغلي منها وبكرة بتسحبي منها، لكن لازم بكرتين. هروح ارتفع سلسلة وهسحب، كل اتنين اهو مع بعض، سيبي دي عشان ترجعي تاني تاخدي باقي الصف. كده اشتغلتي تونسي على المفتوح. اوكي، هتروحي تاخدي الخيط اللي انت بدأتي بيه وتشتغلي مثلا وليكن غرزة كلية. المرونة اللي بتديها لك هي الابرة. تمام، هقلب كده الشغل برضو، هروح ارتفع سلسلة وهسحب كل اتنين مع بعض. تمام، بسيب دي وبسيب دي عشان اساس ان انا لسه ما خلصتش الصف. طبعا ما تزوديش على الابرة، حتى لو ابرة كروشيه تونسي الاصلية ما يكونش فيها الحتة المبططة دي، ولكن حتى لو هي تونسي ما تقليش قوي عشان ايديكي، علشان اعصاب ايدك. وبروح هنا اخد طرف السلسلة، في الغالب مش هتلاقي طرفين. تمام، وطبعا الطريقة دي زي ما انت شايفة، حتى لو عملتي بالاسلوب ده هتضطري برضو تقطعي الخيط، وده عملناه في الفيديو ده، عرفتكم ازاي تشتغلوا تونسي على المفتوح وتقدروا ان انتوا تشتغلوا سواء بقى بالابرة دي او لا. بس الابرة دي مهمة جدا لو هتشتغلي شنط وبالسمك ده، فاشتغليها دائري ما تشتغليهاش مفتوح. بعد المرحلة دي هتضطري ان انت تقصي وتبدأي من جديد عشان طبعا اتجاه الغرزة. فافضل حاجة ان انت تشتغلي تونسي دائري بالابرة دي، وتعملي الشنطة تكون قطعة واحدة زي الشنط اللي انت شايفاها دلوقتي دي، بتتعمل بتكون قطعة واحدة ومميزة جدا. تقدري برضو تعملي الشنط اللي هي الصندوق وبرضو هتكون قطعة واحدة، الشنطة هتكون كتلة واحدة كده، تقدري تعمليها اسطواني، تقدري تعملي تفاصيل كتيرة في الشنط التونسي. وان شاء الله هنفذ لكم شنطة تونسي من الصفر بعد وبالابره دي. الابره دي هي اللي هتريح لك اعصاب ايدك شويه في ان انت ما تضغطيش على نفسك وانت شغاله بالخيوط اللي من النوعيه دي. لو هتشتغليها على المفتوح وتوصليها كوحدات،
الغرزة نفسها لازم هتشتغلي بالاسلوب ده، ترجعي تقصي ده شوية في الشنط مش مفضل عندنا، فاعمليها مثلا اسطوانية بالابرة ديت بطريقة الايس كاب ده، او اعمليها كتلة واحدة وتطلع معاكي شبه الشنط دي، او اعمليها وقرري ان هي مثلا تكون كتلة واحدة ولكن حددي مقاس الجوانب مثلا ان هو مثلا 10 سلاسل، مقاس مثلا الجزء اللي هو الامامي 20 سلسلة، فانتي هتجمعي كل دول عشان طبعا هتشتغلي كل الشنطة ككتلة واحدة، قاعدة الشنطة بس هي اللي هتكون منفصلة، فاحسبي كل الجوانب بتاعة الشنطة قدام وورا والجنبين، احسبيهم كلهم بالارقام وابتدي اشتغلي عدد سلاسل مقفول واعملي شنطتك عادي وهتطلع معاكي تحفة. اللي هيحدد شكل الشنطة هو القعدة. يعني هقولك هتشتغلي مثلا شنطة زي كده، طبعا الغرزة دي مش تنسي ولكن يعني افهمك قصدي، هتعملي عدد السلاسل ده تمام. لو انت هتشتغليها كتلة واحدة وهتبتدي تقطعي الشنطة، هتبتدي تقطعي يعني وش وجوانب وكده، فانت هتشتغلي كده وتبتدي تقصي زي ما وريتك من شوية، فده مش مميز قوي لان الشنطة مش هتكون متماسكة، فاعمليها دائرية على المقفول كده، اولا مفيش علامات قفل، ثانيا الشنطة تطلع معاكي كتلة واحدة وشكلها حلو. ولكن احسبي صح، يعني احسبي عدد مثلا هنا 20 سلسلة والظهر 20 سلسلة، كده معاكي 40 سلسلة، مثلا 10 سلاسل هنا و10 سلاسل هنا، يبقى كام؟ يبقى حوالي 60 سلسلة. يبقى انت بتدي الشنطة بتاعتك مثلا ب62 سلسلة. ليه؟ عشان علامة القفل دي في البداية هتحسسك باللخبطة، فانت خلي ال2 سلسلة دول ضمانة ليكي، ولما تيجي تقسمي الشنطة انت القاعدة هي اللي هتقسم لك الشنطة جوانب ووش وظهر والكلام من ده. بس اتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا الطريقة في الشنط التونسي بتكون عاملة ازاي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة. مع السلامة، باي.